لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا في ثاني المراكز ولكن الشوط للشيذمان الشوط للشيذمان النصر للشيذمان يا سلام الشيذمان الشيذمان الله 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 عبر المكان وعبر الزمان نقول للشيذمان نجحتي في الامتحان وكما قالها ابن الأعرابي قال عن الشيذمان بأنها الناقة الفتية السريعة هذه هي الفتية وهذه هي السريعة تخطف الشلفة الذهبية بدون أي أوامر على الإطلاق سلام الذهبي سلام وتهانينا لهجن الشحانية على فوز الشيذمان بالشلفة الذهبية سلام يا دخان سلام سلام يا هجن الشحان يا سلام ما داق الهزيمة ما خيب من رشحوه ادخان ولكن يا بن فران أراني مار قادم وارى التاج ولكن ادخان ولكن ادخان 300 متر الأخيرة بطل القعدان في هذا الموسم بطل القعدان يكمل مسيرة الثنايا في هذا الموسم باختطاف الخنجر الذهبي باختطاف الخنجر الذهبي ما داق الهزيمة ما داق الهزيمة أبدا في هذا الموسم ادخان 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 تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية وسلام يا دخان سلام الخنجر الثالث في رصيده في هذا الموسم الخنجر الذهبي مع دخان تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فرام من قدم دخان مرحبا بهذا الشعار الخطير الكبير المثير ارتاحوا يا محللون الله هذه الوذنة المرشحة المصنفة البطلة حققت الناموس حققت النقاط الثلاث للمحللين الله 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 بدون أي أوامر لكن الريهجان ولكن العزوم قادمة قادمة ولكن نهني هجن الشحانية وتهنية على فوز الوذنة بالمركز الأول وتحقيقها للشلفة الذهبية والسيارة البي ام دبليو تهانينا والناموس لهذه المؤسسة الغالية على تحقيق هذا الناموس في هذا الشوط الرئيسي عز الله انك كفو هذا الذهبي تألق بأربعة رموز حقق الإنجاز بشلفتين وخنجرين ذهبية ذهبية الذهب ما يعشق إلا الذهب الذهب دائما مع الذهب هجن الشحانية هي التي تألقت وحققت الإنجاز أوه يا كفو انطلق كفو نحو الناموس نحو الناموس تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية وتهانينا للذهبي سالم بن فاران المري الذي حقق أربع رموز في هذا المساء تهانينا وألف مبروك هذه لحظة وصول كفو إلى خط النهاية المركز الثاني شغموم لهجن خطيرة 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 الأمتار الأخيرة اللحظات اللحظات الأخيرة الشبل والذهبي الشبل والذهبي والمشاغب الشعار الأدعم الشعار الأدعم شعار هجر الشحانية خطيرة وود والمسحبية الله خطيرة 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 وادعتهم وأعلنت حالة طوارئ سمعت الجهاز وطارت مستديرة تبهر الجمهور والركض انتحاري أذكر الله ذكرتني بالجزيرة خطيرة 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 سلام شحانية سلام سلام الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الشبل شبل الشبل شبل سلام 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 يا شبل تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع خطيرة
لهجر الشحانية. الله الله، ولكن عفرين عفرين على الصدارة، يغادر الجميع، ينطلق في البداية بناموس الختام. عفرين عفرين لهجر الشحانية، ولكن الوسيل الوسيل قادم مع اللحظات الأخيرة. الله، عفرين عفرين والوسيل، ولكن عفرين مع الانتصار، مع الناموس، مع اللحظات الأخيرة. مشاهدين الكرام، الله الله، عفرين الوسيل خط النهاية، اللحظات الأخيرة، ولكن عفرين الوسيل قادم، الوسيل قادم، عفرين مع الانتصار. تهانينا والناموس لهجر الشحانية، والتهنية للذهبي سالم بن فاران المري. هذه الشلفة الذهبية، وهذا هو المضمر الذهبي سالم بن فاران، يستلم شلفة الشيدمان من سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري. مبروك يا أبو جابر هذا الفوز وتألق هجن الشحانية. نبارك لهجن الشحانية، مؤسسة هجن الشحانية والقائمين عليها هذا التألق في هذا المساء. أيضا الخنجر الذهبي فاز به دخان من هجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران، من اختطف ثلاث رموز ذهبية في هذا المساء. أما الآن الشلفة الذهبية، وفازت بها الوذنة لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. تهانينا والف مبروك. بينما الخنجر الذهبي الخاص بالثنايا القعدان العمانيات، شوط مفتوح للشيوخ، فاز به كفو مهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران. وهذا هو الشبل جابر بن سالم بن فاران، وأيضا محمد بن سالم بن فاران، يستلمون من سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري هذا الخنجر الذهبي، خنجر كفو. والرموز الأربعة الذهبية تذهب الليلة إلى عزبة الذهبي سالم بن فاران، وإلى الشبل مع مؤسسة هجن الشحانية. نشاهد الصور واللقطات التذكارية الجميلة. مثل لابته لابته، وقفه تشوف